من باب التجربة والاكتشاف والجلوس مع الأصدقاء وقع عبد العزيز في فخ المخدرات وتدخين الحشيش حتى أصبح من المدمنين، لكنه بدأ يتعافى بعد دخوله مركزا لعلاج الإدمان. بدأت معي قلت أجرب كده مع صحباني في الثانوي، وكده كنا بنقرأ في الثانوي وجربتها، وبقيت الموضوع ده كل مرة خاشي فيه، كل مرة ماشي فيه، من سيجارة سيجارتين ثلاثة عدد وصل خمسة. تاني يعني في الجامعة قلت أبطل، بديت أقلل فعلا من خمسة لأربعة لثلاثة لاثنين لواحدة، واستعنت بأطباء في الحكاية دي. وبحسب السلطات السودانية فإن حجم تجارة المخدرات يتجاوز 7 مليارات دولار. أحدث التقارير أشارت إلى أن الفئات العمرية من 18 وحتى 22 عاما هي الفئات المستهدفة بتجارة وبيع وتعاطي المخدرات، الأمر الذي استدعى قيادة حملة توعية وسط قطاعات الشباب. البحوث التي أجريت أظهرت أن أكثر من 10% من الجنسين إما يروجون أو يتعاطون المخدرات في الوسط الجامعي. عدد المتعاطين ما بين 8260 مفحوصا من طلاب الجامعات السودانية بولاية الخرطوم بلغ 1313 متعاطي، اللي هي نسبة 15%. وتنفذ الشرطة يوميا نحو 300 حملة دهم، فيما كشفت حملات التفتيش الدورية أن المخدرات سبب رئيسي لوقوع الجريمة. الآن معظم الجرائم الخطيرة جدا ترتكب تحت هذه الوضع، سواء كان جرائم القتل، جرائم الاغتصاب، جرائم العنف بكل أنواعه، سواء كان ضد النفس، يعني الزول بيرتكب جريمة ضد نفسه. الضغوط الاقتصادية والاجتماعية والفشل العاطفي والبطالة والإخفاق في تحقيق الذات أسباب رئيسية لانتشار المخدرات، وحسب مراقبين فإن علاجها يستلزم تعاون المجتمع بأسره. طارق التجاني، سكاي نيوز عربية، الخرطوم.